عاجل إلى مستخدمين تطبيق الواتساب. حالات واجد الفترة الأخيرة صارت سرقة وتهكير الواتساب واجد، وعملية استرجاعه منتهى الصعوبة لأن أكثر الناس ما عندهم خلفية عن التقنية. إيه أنت ليش تحط نفسك في هالموقف؟ ليش تنتظر يصير لك مثل ما صار حق غيرك؟ شو تسوي؟ العملية جدا سهلة، فعل خطوة التحقق بخطوتين وذي جدا سهلة. شلون؟ مكتوب تحت. ادخل إلى إعدادات الواتساب، ثم اختار الحساب، ثم اختار التحقق بخطوتين، ثم حط إيميلك، إيميل تعرف رقم السري، لا تحط إيميل وبس، إيميل تقدر تفتحه، ثم اختار رقم سري يتكون من 6 أرقام ولا تنسى. بس بذلك أنت أمورك طيبة. أرجوك سو ذا الحين هاللحظة، بس تشوف الفيديو على طول سوا، وجدا سهل خصوصا النسوان والبنات والعيال. لا تطيح في نفس الموقف، ترى والله تتأذى. شوف الطريقة. دمتم بوي.